طيب معنا أستاذ محمد محمود أحد المصابين في الحادث ده وشاف اللي حصل. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا فندم. الحمد لله على سلامتك الأول. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا جايين من عدينا كارتة العمرية كده وجايين ناحية اسكندرية. أنت كنت راكب حاجة بتتحرك بيها ولا كنت واقف في المكان؟ لا كان معانا عربية نقل حمراء. طبعا واحنا جايين في الطريق فشفنا فماشي مع ماشى معانا ونش فرفع الدراع بتاعه لفوق. هو الدراع بتاع الونش ده اللي انا عارفه مش مفروض بيبقى ملموم ومحطوط في وش الونش؟ ملموم بيبقى نايم كده لقدام معدي يعتبر من الكابينه بتاعت العربيه بتاعت لقدام. فطبعا لقيناه رفع احنا استغربنا احنا قلنا هيقف مثلا واحنا ماشيين جنب منه فاحنا حاولنا نعدي ان احنا نعدي منه واحنا ماشيين في الجنب الشمال في الشمال بتاعه. هو طريق الاساس. انت العربيه النقل الحمراء اللي الكوبري وقع عليها؟ تمام يا فندم. الصوره موجوده يا جماعه، عربيه محمد محمود احد المصابين في الانهيار وهو الكوبري واقع على العربيه النقل الكوبري منهار عليها. اتفضل يا محمد. فجينا يا فندم واحنا ماشيين لقينا الراجل ما وقفش خالص وبينزل الدراع بالسهزه وكل استهتار. فاصطدم بالكوبري لقينا الكوبري سقط من فوق على العربيه اللي احنا راكبين فيها، اخذ السقف بتاع الكابينه بقيه العربيه. انا شايف انتوا عربيه كنتوا شايلين خشب تقريبا؟ نعم. شايلين خشب؟ لا ايوه يا فندم كنا حاملين كراتين كده يا فندم. كراتين طبعا اتفاجئنا ان الكوبري نازل فوقنا احنا ربنا سترها وكان جنب مننا جنب الونش من الناحيه الثانيه كان في تريلا كبيره. لولا ربنا سترها بالتريلا دي احنا كنا بقينا بسوء الاسفل. طبعا العربيه ما عادش فيها عربيه اصلا، حاليا دلوقتي العربيه ما عادش فيها عربيه. الونش ده الونش اللي خبط في الكوبري ده بتاع مين؟ بتاع شركة ولا بتاع أشخاص ولا؟ لا الونش ده بتاع شركة مولاه، تبع شركة مولاه. واحنا عملنا محضر ورحت ورقم الونش موجود في المحضر واسم السواق ورقم بطاقته موجود في المحضر في مستشفى ال والسواق جرى له ايه؟ حصل له ايه؟ نعم؟ السواق حصل له ايه؟ احنا مش عارفين حاجه، ما انا سبت الرخص مع امين الشرطه يعمل محضر واخدت الراجل اللي كان معايا اللي هو كان سايق العربيه عم محمد خليفه سايق العربيه واخدت وطلعنا بيه بالاسعاف على مستشفى العمريه لانه احنا ما كناش عارفين فيه اصلا. طب انتوا الحمد لله كويسين ما فيكوش اي حاجه؟ احنا الحمد لله كويسين خالص الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتكم وان شاء الله. انا عارف ان تحول السائق للنيابه عشان يسال في الحادث ده واكيد طبعا حقكم لازم يرجع الدمار اللي حصل لعربيتكم ومال الدوله ده كمان، ما حدش يرضى انه يتساب بهذا الشكل. الحمد لله على السلامه يا محمد. بصراحه حادث غريب بالنسبه لي انا شخصيا، مش قادر استوعب ان في واحد مش مدرك انه سايق عربيه بشكل عامل ازاي وسايب الونش مرفوع ازاي وماشي بيه. دايما الونش اللي بتبقى دي بيبقى ليها طريقه ومربوط. هنا السؤال للشركه اللي مشغله الونش ده، السؤال الثاني وده اللي مطلوب من رجال المرور على الطرق السريعه، ومش طرق سريعه في كل مكان، لما نلاقي ونش زي ده عامل كده بيتهيألي كان لازم يقف فورا ويعرض للمخالفه، لازم ما يتسابش. حادث زي ده الحمد لله رب العالمين ان مفيش حد حصل له حاجه، بس في الاخر 7 مليون جنيه تكلفه الكوبري عشان يتعمل، هنصرف تاني عليه عشان يرجع تاني، واهالي المنطقه دي بيعدوا الشارع عن طريق الكوبري ده. ودايما بنقول يا جماعه الناس محتاجه على الطرق السريعه كباري عبور مشاه عشان تعرف تعدي عشان الحوادث تقل. يجي واحد بكل استهتار يعمل اللي حصل ده. خلينا نشوف النيابه هتقول ايه خلال الفترة اللي جاية، والنيابة طبعا هتحقق في الموضوع وهنتابع نشوف هيحصل ايه. والحمد لله ان الطريق ماشي ومفهوش توقف، كان في ناس كتير خايفة ان يكون الطريق توقف، لا الطريق ماشي. وسيادة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق الكباري قال لنا ان 72 ساعة هيكون عمل الكوبري مرة تانية، يكونوا خلصوا عملية التصليح نتيجة الحادثة اللي حصلت. وأتمنى يحصل متابعة وأتمنى كل الناس تتابع حادثة زي دي عشان نعرف إيه اللي هيحصل، عشان كل سواق يفكر إنه يعرض حياة الشارع المصري لخطر يعرف إن في عقاب، في عقاب، ومش عقاب للسواق بس، للشركة كمان اللي مشغلة السواق اللي سمحت باستهتار في طريقة السواقة بالشكل اللي عمل الكارثة اللي حصلت النهارده دي.